بالمناسبة ديال العيد العرش المجيد يعني أبينا أن نشتغل على ملحمة تضم أربعة محاور. المحور الأول هو روح المواطنة، المحور الثاني هو التشبث بالعرش العلوي المجيد، المحور الثالث التعريف بالمدن المغربية والأنماط الموسيقية التي يعني تتمتاز بها المدن ديالنا المغربية، وفي نفس الوقت الجميل من هذا الشيء كامل هو أداء الأطفال الصغار قصائد من أشعار راقية وصعبة الحفظ، لكن الحمد لله تمكنوا أنهم يحفظوا الشعر. ثانيا من المقامات الموسيقية، يعني المقامات الموسيقية المغربية المحض، أننا باش نحييو هذا التراث المغربي الأصيل في النفوس ديال الشباب، اللي هو شباب المستقبل ومستقبل بلادنا الحبيب. وهذه المجموعة هي مجموعة كورال أزهار الأندلس اللي تضم 600 تلميذ وتلميذة، والسن ديالهم لا يتعدى 12 سنة. بشتى الأسرار صورة تبهر الزوار، مدينة الأمن والأمان. شعور زوين أنك تشارك في هذه الأكتيفيتي مع أستاذ دغيري، وتشوف الأباء أنهم كاملين كيصفقوا لك وفرحانين بك وعارفين أنك متفوق في هذه اللغات، وكتعرف تهدوي بهم وكتعرف تعبر على مشاعرك بهم، وأن الأساتذة ديالك فرحانين بك ومشوقين لمعرفة داك الشيء غتقولوا، واخا ما فاهمينش داك الشيء غتقول باغيين يعرفوا وباغيين يفهموا داك الشيء، كيتفرجوا فيك وباغيين يفهموا. كان شعور زوين لحقاش كنا ما بين اهالي بزاف، وغنينا ووريناهم حتى حنا شنو كنتعلموا، ماشي كنا كنمشيو على الخاوه وكضيعوا فلوسهم على والو صافي، حتى حنا حسينا بشعور واعر وحسينا بداكشي اللي كيديروا به في الافلام وداكشي صافي صافي. وتلاقينا الاخر مره في هذا العام الصراحه، وكان استاذ ظريف وكان ديما معانا كيعاوننا باش نطوروا المهارات ديالنا في الغناء، وصافي صافي، وديما كان كيبغي يبقى يضحك معانا.